ولمزيد من القراءة والتحليل تنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك. وهنا أبدأ معك مما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول ما يتعلق بأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع، وهنا أتساءل عن فرص الوصول إلى هدنة في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار كنتيجة طردية للتهدئة على جبهة جنوب لبنان، فرص نجاحها أو فشلها. يعني أولا صباح الخير إلى كل جميع المستمعين. يعني حتى اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان فيها الكثير من الفجوات التي لربما الصحيفة الأمريكية تتجاهلها بشكل متعمد، وتجعل أصلا من وقف إطلاق النار هشا، خاصة مع التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث أنه لربما ستكون هذه الفترة هي فترة قصيرة جدا من وقف إطلاق النار. وعندما تحدث نتنياهو وقال أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني وقف الحرب، وإنما هو وقف لإطلاق النار وممكن معاودة الحرب مرة أخرى في حال وجود أي اختراقات أو حاجة أمنية لذلك. وقد شهدنا بالأمس محاولة لاعتقال بعض اللبنانيين بحجة أنهم من المقاومة اللبنانية من حزب الله، وأيضا منع للسكان للعودة بشكل واسع إلى جنوب اللبناني، بمعنى أنه حتى هذه الاتفاقية هي اتفاقية هشة. والجانب الآخر الذي تتجاهله الصحيفة هي صفقة الأسلحة التي حالما أعلنت إسرائيل عن قبولها لوقف إطلاق النار قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن إعادة صفقات كانت قد جمدتها باتجاه إسرائيل لإسرائيل، وهذا إن أعطى دلالات يعطي أنه إسرائيل ليست مستعدة إلى وقف الحرب فعليا في قطاع غزة، وحتى وإن كانت تتجه بإعلامها نحو لربما تبادل أسرى محدود محدود جدا، وأيضا وقف لإطلاق النار محدود في قطاع غزة، ولكن مرة أخرى هي لا تتحدث عن وقف الحرب على قطاع غزة، بل بالعكس هي تريد أن تستغل فترة لربما هذه التهدئة لفرض مزيد من القوة العسكرية في قطاع غزة وأخذ زمام الأمور عسكريا في القطاع. وقد شهدنا أيضا في تصريحات لجالن حديث أنه الآن حماس قد تم تدمير قيادتها بشكل كامل، والخطوة التالية هي كيف سنفرض سيادتنا على قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن وقف إطلاق النار في لبنان لن يؤدي إلى إنهاء العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. عن أن جيش الاحتلال يمعن في استهداف قطاع غزة، في حصار قطاع غزة، ظنا منه أن هذا الاستهداف والحصار والتحرك العسكري هو قد ينهي هذه المسألة. وهنا أنتقل معك إلى صحيفة هاريتس الإسرائيلية والتي كتبت مقالا عنونته بتحذير جندي قال: ما شاهدته في غزة سيحدد مستقبلنا، وأشار بأن هذا الصراع لن ينتهي قريبا ولن يتغير شيء من هذه الكارثة دون تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية. وهنا نتساءل إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك حلول مقبولة على المدى الطويل يمكن أن تنجح عدا حل الدولتين، يعني إلى ضرورة ترسيخ مبدأ حل الدولتين كي تنتهي هذه الأزمة، وأن أي حل آخر سوى هذا الحل، حل مبدأ الدولتين، فمصيره الفشل ولربما يتكرر أحداث 7 أكتوبر وإن لم يكن من قطاع غزة. هناك أصوات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي تتحدث عن خطورة تجاهل دولة إسرائيل لحل الدولتين والاستمرار في هجومها على قطاع غزة وتجاهلها للقانون الدولي والقرارات الدولية بشكل سافر وتعريتها أمام المجتمع الدولي وأمام يعني كل سكان العالم بهذه الوحشية وبهذه الطريقة، بعد أن كانت تدعي بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأن جيشها هو الأكثر أخلاقية في الجيش في الشرق الأوسط. وبالتالي هذه الأصوات داخل إسرائيل ترى هنالك خطورة حقيقية على مستقبل دولة إسرائيل وانهيارها كليا واختفائها لربما عن الوجود إن لم يكن هنالك ترسيخ لدولة إسرائيل بحل الدولتين، وليس فقط ترسيخا للدولة الفلسطينية. وبالتالي بدون يعني التوجه نحو حل الدولتين سيكون الصراع ليس فقط فلسطينيا إسرائيليا أو حتى فلسطينيا إقليميا، ولكن لربما يمتد إلى أبعد من ذلك، وستكون يعني نتائجه على المجتمع الإسرائيلي أيضا يعني كبيرة جدا، وقد تؤدي إلى انهيار المجتمع الإسرائيلي ولربما زوال إسرائيل. وبالتالي الكثير من الأصوات تخرج الآن
في إسرائيل مطالبة بإيقاف فاشية هذه الحكومة التي ستدمر إسرائيل قبل أن تدمر أي دولة أخرى أو أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط بما فيها القضاء على الشعب الفلسطيني. ونحن تحدثنا كحكومة فلسطينية وكمنظمة التحرير منذ يعني 2019 عن ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية وترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما تتخوف منه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا. وكان هنالك يعني تصريح لسموتريتش بأنه حصل على ضمانات بأن لا يتم استغلال الفترة الانتقالية في الحكومة الأمريكية في الإدارة الأمريكية لترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأنا أعتقد أن هذه الخطوة الصائبة التي يمكن أن يتخذها العالم والأمم المتحدة في هذه اللحظة لإيقاف مسلسل الدم المستمر في الأراضي الفلسطينية والضم غير الشرعي للأراضي في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة بتكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا وعقد مؤتمر دولي للسلام لإجبار إسرائيل على تنفيذ حل الدولتين. نعم، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر السيدة رتيبة النتشة، كنت معي من القدس المحتلة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني.